قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه، إبعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه. فيجب على الموحد أن يخاف الشرك ويحذره، لأنه شر الشر، لأنه شر الشر، والشر يحذر منه ويخاف. والشرك يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما عام، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وينقسم الشرك باعتبار قدره إلى قسمين، وينقسم الشرك باعتبار قدره إلى قسمين: أحدهما شرك أكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، فيخرج العبد من الإسلام إلى الكفر، فيخرج العبد من الإسلام إلى الكفر. والآخر شرك أصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان، يزول معه كمال الإيمان، فلا يخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر، فلا يخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر. والواجب على العبد أن يحذر الشرك كله، لا فرق بين كبيره ولا صغيره، فإن القسمة المذكورة للنظر فيما تفيد من بقاء العبد في دائرة الإسلام أو خروجه منه، لا لتهوين الشرك. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك كله لا يغفره الله عز وجل، وما لا يغفر جدير بالخوف منه، وما لا يغفر جدير بالخوف منه، فيجب على العبد أن يخاف الشرك. والصحيح في الآية أنها تعم الشرك كله أكبره وأصغره، أن الله لا يغفره، لأن الفعل المضارع مؤول مع أن مصدرا، فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، والنفي والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالشرك كله لا يغفره الله، وهو أصح قولي أهل العلم. والدليل الثاني قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في دعاء إبراهيم أن يجنبه الله وبنيه عبادة الأصنام، في دعاء إبراهيم أن يجنبه الله وبنيه عبادة الأصنام.
والدعاء بالتجنيب يكون مما يخاف ويحذر. والدعاء بالتجنيب يكون مما يخاف ويحذر. والتجنيب هو التبعيد، فلفرط خوفه عليه الصلاة والسلام من الشرك دعا ربه أن يجنبه إياه هو وبنيه. والآخر أن الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام المحقق للتوحيد، أن الداعي بهذا هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام المحقق للتوحيد. فإذا كان الخليل يخاف التوحيد على نفسه وبنيه فغيره أولى بالخوف. فإذا كان الخليل يخاف الشرك على نفسه وبنيه فغيره أولى بالخوف. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أخوف ما أخاف عليكم، وهو مطابق للترجمة، ففيه بيان شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نقع في الشرك. والدليل الرابع حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار، وما يدخل النار يخاف منه، وما يدخل النار يخاف منه. فالنار يخاف منها طبعا، وأولى أن يخاف منها شرعا. فالنار يخاف منها طبعا، وأولى أن يخاف منها شرعا. ومن أعظم الموارد الدافعة إليها المبلغة إياها الوقوع في الشرك، وأشير إليه في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لله ندا، فدعاء الإنداد هو الشرك. وإدخال الشرك أهله النار نوعان، وإدخال الشرك أهله النار نوعان. أحدهما إدخال تأميد، إدخال تأميد، فيدخل الشرك صاحبه النار إلى أمد ثم ينقطع، فيدخل الشرك صاحبه النار إلى أمد ثم ينقطع. وهذا في حق من أشرك شركا أصغر، وهذا في حق من أشرك شركا أصغر، فدخل النار جزاء عليه، فدخل النار جزاء عليه وعلى غيره من عمله، ثم أخرج منها لأجل سلامته من الشرك الأكبر، ثم أخرج منها لأجل سلامته من الشرك الأكبر. والآخر إدخال تأبيد، إدخال تأبيد، وهذا في حق من وقع في الشرك الأكبر، وهذا في حق من وقع في الشرك الأكبر، فإنه يدخل صاحبه النار ويخلده فيها أبد الآباد ودهر الداهرين. والدليل الخامس حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله الحديث. رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه يشرك به شيئا دخله النار، على ما تقدم بيانه في الحديث السابق، على ما تقدم بيانه في الحديث السابق بأن ما أدخل النار يجب الخوف منه، والشرك من جملة ما يدخل النار. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك.